طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. في تقرير للمصدر أونلاين، نواب يحزمون حقائبهم إلى الرياض ومحاولات لإحياء البرلمان. ومن موقع رأي اليمن، الحوثيون يحاصرون المرضى ويغلقون مركزا طبيا في محافظة إب. ومن أخبارنا المنوعة من البي بي سي، السلطات الصينية تطلق حملة ضد منتجات الحلال في إقليم غالبيته مسلمون. أهلا بكم. بعد مرور نحو 4 سنوات على آخر اجتماع له في العاصمة صنعاء، استأنفت السلطة الشرعية اليمنية مؤخرا ترتيبات جديدة لمحاولة إحياء مجلس النواب من جديد. وفقا لموقع المصدر أونلاين، نواب يحزمون حقائبهم إلى الرياض، محاولات لإحياء البرلمان اليمني الشائخ والمجمد. وقال الموقع إنه حصل على معلومات عن وصول عدد من أعضاء مجلس النواب إلى العاصمة السعودية الرياض، وآخرين يتم الترتيب لسفرهم إلى هناك من منافيهم المتعددة بعد أن تلقوا دعوات للحضور من رئاسة المجلس وعبر الكتل النيابية للأحزاب. وأكد أحد الأعضاء للمصدر أونلاين أن الترتيبات الجارية تهدف إلى استئناف انعقاد مجلس النواب داخل اليمن، ورجح أن يكون مقر انعقاده في مدينة سيئون بوادي حضرموت في ظل تعقيدات عسكرية وأمنية تشهدها العاصمة المؤقتة عدن. نائب آخر قال إنه يمكن انعقاد المجلس في عدن رغم التعقيدات الظاهرة، وردا على سؤال المصدر أونلاين كيف يمكن ذلك، رد بالقول: إذا أراد التحالف للمجلس أن ينعقد في عدن فكل هؤلاء المسلحين بمختلف فصائلهم وتشكيلاتهم سيتحولون إلى حراس تؤمن انعقاد المجلس. وتضع ميليشيات الحوثيين رئيس المجلس يحيى الراعي ونوابه تحت الإقامة الجبرية، حيث لا يستطيعون مغادرة صنعاء، خاصة بعد المواجهات الدامية التي دارت بين الحوثيين وصالح في ديسمبر الماضي وانتهت بمقتله. إلى أبرز العناوين التي تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم. كيف سلمت الحكومة مؤسسات الدولة للميليشيا في المحافظات الجنوبية وتباكت عليها؟ وميدانيا أيضا، كتيبة النصر تباغت الميليشيا غرب مأرب وسقوط قتلى حوثيين في الهجوم. ومصادر تقول لصحيفة أخبار اليوم: الرئيس يتوقف عن ممارسة مهامه احتجاجا على تجاوزات الإمارات في الجنوب. وعنوان أيضا: اجتماع للسلطة المحلية بلحج يفشل في إصدار بيان تأييد للانتقال. إلى أين يا وطني يتساءل محمد بلفخر في مقاله المنشور في عدن الغد، مضيفا في جزء من المقال: ماذا عساي أن أكتب في رثاء الشهيد الصحفي الحر والإنسان الخلوق زكي السقلدي الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة، وقد بوحت أصواتنا ونحن ننادي السلطات المسؤولة أن تمارس دورها في حماية أرواح الناس وملاحقة الجناه الذين استباحوا دماء خيرة أبناء الجنوب، بل ومن شدة أمنهم من العقوبة صاروا يوثقون جرائمهم في وضح النهار. رحل السقلدي مظلوما مغدورا به إلى جوار ربه ليلحق بإخوان له سبقوه يشكون إلى الله ظلم القتلى وعجز إخوانهم، وعند الله تجتمع الخصوم. كل شعوب الأرض عانت الكثير من الاضطرابات والحروب في أزمنة متعددة ولأسباب شتى، لكنها في الأخير عرفت مكامن الخلل ووضعت يدها على الجرح النازف، وأعطت للعقلاء والمفكرين مساحة عريضة لقيادتها وإصلاح ما أفسدته الصراعات وعهود التخلف، فساروا بها إلى الوضع الآمن والاستقرار والتنمية التي نراها تعيشه في الوقت الحاضر، وبنسب متفاوتة من دولة أخرى ومن قارة لقارة ومن شعب لشعب وعرقية وأخرى. أصبحت الخلافات شيئا من الماضي، فالجميع وضع الوطن فوق أي اعتبارات أخرى. وإذا نظرنا إلى حال وطننا نجده ما زال يعيش صراعات ما قبل الدولة، صراعات داحس والغبراء والبسوس وأخواتها، لكن بدون شرف ذلك الجاهلي. أمعنت فينا الأحقاد والبغضاء والانتهازية المريضة، فضربت بأطنابها
فصارت هي الثقافة السائدة في المجتمعات حتى أصبحنا لقمة سائغة قابلة للبلع من قبل كل طامع في الأرض والثروة ومن كل طامح في التمدد والانفتاح غير المشروع، وكل ذلك بسبب الهوان الذي وصلنا إليه بسبب كيد الشياطين ومكر السياسيين والبعد عن الأصالة وموروث المجتمع من القيم الفاضلة التي جاء بها الدين الحنيف. من يصيبهم المرض أيام ميليشيا الحوثي فإنهم يجدون صعوبة حتى في محاولة البحث عن الدواء، ولا يجدون أماكن مفتوحة لاستقبالهم. وآخر المنشآت الطبية التي أغلقتها الميليشيات في إحدى المحافظات التي تسيطر عليها وعنون موقع رأي اليمن. الحوثيون يغلقون مركزا طبيا في إب، وقال مصدر محلي في المحافظة إن الحوثيين أغلقوا المركز الطبي في منطقة نجد الجماعي بمركز مديرية السبرة شرق محافظة إب بعد فشلهم في الاستحواذ على إيراداته المالية. وقالت مصادر محلية أن مسلحي الجماعة أقدموا على الإجراء بعد فشلهم في السطو على كامل إيراداته المالية. وأضافت المصادر أن الجماعة قررت إغلاق المستوصف بالكامل بعد أن وقف الإداريون والأطباء فيه ضد أطماعها في الاستيلاء على إيرادات المختبر بعد استحواذهم على كامل إيرادات المستوصف. عندما تجتمع هجمات ميليشيات الحوثي مع الأمراض فإن أكثر ما يكون حاضرا هو الموت، ويعلق الموقع بوست مقتل امرأة بقصف للحوثيين ووفاة طفلة بحمى الضنك بتعز. وقال الموقع إن امرأة لقيت حتفها جراء قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية والقرى بقذائف الهاون، فيما توفيت طفلة جراء إصابتها بمرض حمى الضنك في محافظة تعز. وقالت مصادر محلية للموقع بوست إن المواطنة ولاية علي سعيد استشهدت أثناء تواجدها أمام منزلها في قرية الهجمة بعزلة العبوس جراء إصابتها بشظايا قذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في جبل المنظارة بذات العزلة. وفي سياق آخر أكدت مصادر طبية للموقع بوست وفاة الطفلة نور مروان سعيد البالغة من العمر 4 أعوام بعد 10 أيام على إصابتها بحمى الضنك. الديمقراطية في العالم العربي البحث عن وجهها الإشكالي، تحت هذا العنوان كتب نور الدين ثينيو مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا. الوجه الإشكالي الذي عبر عن صعوبة الانتقال إلى الديمقراطية في عالمنا العربي هو طغيان المخيلة الشخصية لنظام الحكم، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية ما عرف بتصفية الاستعمار وما رافقها من بدايات استقلال البلدان العربية وسلطة الحكم يمارسها ويمثلها شخص واحد لا يشاركه غيره، لا يسمح بأي اقتراب أو مشاورات مؤسساتية أصلا، ويهدم أي محاولة للانتقال الديمقراطي. فتجربة الحكم العربي التي رافقت بناء الدولة الإسرائيلية باءت بفشل ذريع قياسا بتجارب كبيرة وكثيرة ناجحة في تاريخ العالم المعاصر وفي كامل قاراته. ونعتقد أن الديمقراطية في الأساس والجوهر هي مسألة اجتماعية قبل أن تكون سياسية ليتصرف فيها الحاكم العربي بالإبعاد والتأجيل. فالمجتمعات المتمدنة والمتحضرة التي تجاوبت مع اللحظة التاريخية في كل كثافتها الحاضرة وما تستوجبه من حلول ونماذج هي التي استطاعت الانتقال إلى الديمقراطية وترسيخها كحالة عادية في الدولة والمجتمع، لأن كل العواصف والأزمات التي ألمت بها استوعبها المجتمع وخرج منها بحلول راكمتها في صالح التجربة الديمقراطية وفي صرح بناء الدولة ومؤسساتها. وعلى خلاف ذلك فما قدمته تجربة العرب سواء مع أنظمة الحكم أو مع الأزمات والمعضلات التي حلت بمجتمعاتها، إن النظام هو الذي يقمع الحركات الاحتجاجية ولا تنتهي إلى تسويات ولا إلى اتفاق بين السلطة والمجتمع المدني على فرض وجوده أصلا، لأن وجوده يتعارض أصلا مع النظام السلطوي القائم. الديمقراطية شأن اجتماعي قبل أن تكون شأنا سياسيا، وغياب الحلول السياسية مرده إلى غياب وعي اجتماعي يوفر إمكانية استيعاب الأزمة وتبعاتها وتداعياتها لفائدة ومصلحة الشعب والمجتمع. اقتحم مسلحو الحوثي منزل مواطن بمحافظة إب وسط اليمن واعتدوا على والدته واختطفوا الأب وعددا من الأولاد، وقد عنون موقع الصحوانت.
ميليشيا الحوثي تصيب امرأة في إب وتختطف زوجها وأولادها. وقالت مصادر محلية لصحوة نت إن ميليشيا الحوثي اقتحمت عند منتصف ليل أمس منزل المواطن أحمد الشراعي في حارة المعقبة بمدينة إب وروعوا الأطفال والنساء وسكان الحي. وأضافت المصادر أن الميليشيا الحوثية وبدعوى البحث عن شخص مطلوب اقتحموا المنزل واعتدوا على والدته واختطفوا الأب وأربعة من الأبناء وطفل آخر يدعى خلدون محمد المحمدي. وأكدت المصادر إصابة والدة الشراعي بكسر في القدم وروعت الأطفال بطريقة وحشية، وقد لاقى ذلك استياء وغضبا واسعا في أوساط أبناء مدينة إب. وإلى جولتنا في الصحف العربية، حيث تقول صحيفة العرب الجديد إن الفنان الإماراتي حسين الجسمي قام بحذف أغنية حبيتها، وذلك بعد ساعات من نشرها على قناته في يوتيوب التي نسب ألحانها إلى التراث الإماراتي. وتبين أن أصل ألحان الأغنية هو للشاعر اليمني حداد بن حسن الكاف في أغنية عيني تشوف الخضيرة في كل وادي خضير للفنان اليمني الراحل أبو بكر سالم بالفقيه. وعقب نشر الجسمي للأغنية على صفحته على تويتر مساء أمس زاعما أنها من التراث الإماراتي، انهال اليمنيون عليه بالتعليقات وأخبروه بأنه قام بسرقة الألحان ولم يجد الجسمي حلا سوى سحبها تماما وإعادة نشرها مرة أخرى صباح الأربعاء. وكتب جسمي في تغريدة أخرى له على تويتر بعد إعادة نشر الأغنية وتعديلها: مع وافر الحب والاحترام أشرفني آداء الدان الحضرمي الأصيل من ألحان حداد بن حسن الكاف. وأوضح حداد الكاف نجل الشاعر اليمني عبد القادر الكاف أنه تواصل مع مدير أعمال الفنان حسين الجسمي حول الموضوع، وأبلغه بأن لحن أغنية حبيتها الذي تمت نسبته للتراث الإماراتي هو في الواقع للشاعر الحضرمي المعروف حداد بن حسن الكاف. وأضاف حداد الكاف: تجاوب مدير أعمال الجسمي سريعا معي وتم سحب الأغنية من اليوتيوب وتنزيلها بعد تعديلها وحفظ كافة الحقوق الأدبية بعد تلقي التنازل من ذوي الشاعر حداد بن حسن الكاف للشركة المنتجة. في الحنين إلى العولمة تحت هذا العنوان، كتب عمر قدور مقاله في جريدة الحياة مضيفا: أوصاف مثل القرية الكونية تبدو لنا اليوم مغرقة في القدم والتقادم، على رغم أننا نعيش في الزمن الذي كان يفترض تحققها فيه. بل المفارقة الكبرى أن القوى التي كان ينظر إليها كرأس حربة للعولمة المتوحشة هي تقريبا القوى ذاتها التي تقود اليوم تيار الانعزال، وهي التي تنادي بعودة سياسات الحماية السابقة على منظمتي جات والتجارة العالمية. قد نفسر نكوص تلك القوى بأنها أخطأت حساباتها فلم تأتي لها العولمة بالعائد المنتظر منها، وهذا يؤدي إلى نسف التحليلات القديمة المتخوفة منها. وقد يفسر البعض هذا النكوص بآثار الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة منذ نحو عقد، أو بتعاظم الخوف من الهجرة إلى دول الشمال مع فشل تجارب الاندماج التي ظهر مع الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين واللاجئين. مجمل التفسيرات السابقة قد يقدم فهما أفضل لتقدم اليمين الشعبوي هنا أو هناك، إلا أنه لا يفسر ذلك التراجع المعمم بما فيه التراجع الفكري عن المسار السابق. النزعة الانعزالية الحالية تبدو بلا آباء يعتد بهم على الصعيدين الفكري والسياسي، بخلاف الجدل الواسع والعميق الذي رافق التبشير بالعولمة. المسألة هنا لا تتعلق بحصتنا من النقاش، فالملاحظ بشدة عدم وجود نقاش بسوية عالية يفرض ذاته في الغرب لمواجهة الموجة الجديدة والحجج المستخدمة ضدها، مستلفة من ركاكتها ومن خطرها المتوقع على كل مجتمع محلي أكثر مما هي حجج تملك أفقا عالميا. إننا بهذا المعنى لا نشهد نكوصا عن العولمة وحسب، وإنما نشهد نكوصا مقابلا وأسوأ تأثيرا عما كان يمكن تسميته النزوع العالمية في مواجهة العولمة. هذا ما كان عليه الرهان لتشذيب الأخيرة من غرائزيتها. أنصار العالمية ليسوا أصحاب ميول طوباوية أو طهرانية، وليسوا أصوليين على النحو الذي يضعون فيه أنفسهم في مواجهة ما يرونه حركة تاريخ. من هنا
كانت أهمية التفريق بين سياقين غير متعارضين بالمفهوم الجذري، وربما هذا ما أدى إلى انهيارهما معا. عن آخر تطورات قضية الصحفي جمال خاشقجي، ذكر موقع عربي بوست أن 22 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي وقعوا على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب لتفعيل تحقيق أمريكي لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان فيما يتصل باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي شوهد آخر مرة لدى دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول. وقال الأعضاء في الرسالة إنهم فعلوا بندا في قانون ماجنسكي للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان، يلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأضافوا في الرسالة: نتوقع عند اتخاذ القرار أن تضع في الاعتبار أي معلومات ذات صلة بما في ذلك ما يتعلق بأرفع مسؤولين في الحكومة السعودية، ويلزم قانون ماجنسكي بإصدار تقرير خلال 120 يوم من الرسالة يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولا عن انتهاكات حقوقية أو حقوقية خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته حرية التعبير. أطلقت السلطات الصينية حملة في أوروميتشي عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث يعيش غالبية أقلية الويغور المسلمة كما قال شبكة البي بي سي، ضد منتجات الحلال، وذلك لوقف تدخل الإسلام في الحياة العلمانية ووقف تغذية التطرف حسب السلطات الصينية. ووفقا لمذكرة نشرت على حساب المدينة الرسمي على موقع ويتشات الصيني للتواصل، فقد أقسم قادة الحزب الشيوعي في عاصمة الإقليم على خوض معركة حاسمة ضد منتجات الحلال، ويتعين على منتجات الحلال من الغذاء ومعجون الأسنان وغيرها أن يتم إنتاجها وفقا للشريعة الإسلامية. وكانت الصين قد تعرضت لموجات نقد واسعة من جماعات حقوقية وحكومات أجنبية بعد تقارير عن حملات اعتقال عقابية طالت ما يقرب من 1,000,000 شخص معظمهم من أقلية الويغور المسلمة في مقاطعة شينجيانغ. إنها مجرد قشة واحدة، مجرد كيس واحد يمكن التخلص منه، إنها مجرد حقيبة بلاستيكية واحدة وكيس بلاستيكي واحد، هكذا يتحدث كل من يسكن في الأرض متجاهلين بأنهم يبلغون أكثر من 7 مليار شخص، وإن قمامتهم تلوث الأرض وستجعلها في المستقبل غير قابلة للعيش. صور لمخاطر التلوث تشاهدونها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. الكاريكاتور مهرب للكثير من أصحاب الرأي للتعليق حول أحداث ما بطريقة ساخرة ربما، لكنها تحمل الكثير من المعاني والتي أحيانا لا تستطيع الكلمات وحتى التعبير عنها. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا لهذا اليوم.
وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم في أمان الله.